خلصونا بقى. رجعتنا ورجعتكم حلقة جديدة من يحيى الديمومي. طبعا رجعتكم حلقة جديدة. شباب حط لايك. بايسي معكم احمد. اليوم على هذا رحنا بايسي بس راح نخبط من حبايبي بالطاقة. اول واحد راح يكون هو يغمض مرة ثانية. يعني راح نلعب هذا السيكا اليوم مع يحيى انا. طب قبل ما تشوفوا الفيديو حطوا لنا لايك. كم هذاك خالد؟ في واحد تعالى راح خايل اسمه شباب بس ما فيها خير اسمه لا خيال هذا اسمه جاهزين نرجع لكم اوكي شباب بس احكي لكم طبعا خلينا نروح نشوف مين راح يتخضى طبعا خلينا نبدا اوكي ما ادري خلينا نشوف مين راح نبدا اول واحد طبعا بلش عالية جدا خلينا نبلش نبدا فلك ليتس جو شباب ليتس جو فخلينا لايف ونشوف وين راحوا فخلنا نروح اوكي طلعنا من الثلج كلها شوفوا يا شفت حدا دلولي شفتوا حدا دلولي اهلين هلا والله خالد اطلع طيب أحمد اطلع اطلع يلا اطلع تعال اللي فقدته أول واحد لا أنا فقدت آخر واحد لا أول واحد أول واحد ابراهيم غش ليش؟ ابراهيم غش وين؟ ليش عادي؟ نحن شو قلنا من عند هديك؟ لا هو قال عند هذا ابراهيم تعال شايف ابراهيم غش ابراهيم غش طيب ابراهيم ميتو ممنوع يخليه ميتك ابراهيم انت لا تروح اطلع هنيك لا بس هو قال من هوني لا هوني لا هوني يلا ريح هاد يلا روح يلا ابراهيم ريح ده هنيك خبوا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة اوكي ادمعك شباب اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لابن سواف تارتين فورتين ففتين سكستين سمنتين ايتين ناينتين واني شباب شفناك واحد تطري خالد ليه بتخبي وينو خالد وينو خالد؟ خالد اطلع ميتك ميتك عال ميتك ها سينا شو بدك؟ ما عم صور هيجي هيجي ورا مين؟ سلم يا رعال بعد بال نينام شباب ما ادري ايش اللي بيصير هون رعال خالد اوكي خلينا نبدا
اللي هتصدقني اول واحد. يلا ما معنا مجال يلا. لك هلا هون راح يلاقينا اكيد. ما ادري اجي بلا اذن ولا لا شباب بدي اقول لك حاجات شيء شباب ما ادري خليكم شباب ما ادري شو من كان ما ادري خلينا نشوف هالشيء اصلا ما راح يدري لا يجيب ما هو طبعا ما ادري شباب دلوا بطريقة شباب طويلة في راح نسوي تحديات رهيبة طبعا الرهيب ما راح يشوفني اكيد يا رب فشباب لم اريكم بمعنى ما ادري شباب اوه شباب يا شباب مش ممكن راح تنهون لأنه ما تتحرك أبدا برد حرارة شوي بس مو برد شوي أنا أريكم التحدي هذا ممكن ميت ولا لا يا رب ما يكون ميت لا يلا احمد يعني واي باي باي احمد طلع يعني ليش تخبهون ليش تحب ابراهيم هذا انا كنت نايم كنت نايم كلش ما شافك راح تيجي مو رجع لو رجع كان شافك والله والله يلا احمد ميتك ها واحد بس عم يصور وثلاثه بيناموا طيب واحد واول واحد بيقوم بيخسر والثاني يخسر الاخير بيفوز يلا مين بدي اسويه انت بتصور وينك تشيل وجهه ماشي ها لما تعمل فيديو على ايدك تشيل وجهه ما بصير ما بصير هذيك مره عملتها يا جاي يلا لا بنقوم لا خلاص انا ما بنصفهم تعال هون هون يلا روح عشان مقطعين احمد انا ما بدي ارقد طب يلا Thank you very much, bro. Oh my gosh, well, my dad didn't give it around with me. Did you see it? Can I show him the list of that? Yeah. What's up, my? خلينا نبدا مين راح يفوز شوف يا حلا اشوف مين راح يفوز يلا وراكم شو بدي يا اخي صوره
حي دايخ يا عمار شايف اذا حاول قوم قوم احلك ها ايوه ودي اقوم هي لا تقوم اخ شباب ليك عاس علي جهنة يلا مين راح يقوم يلا ما معنا وقت ها احد قلنا الخمسين لخمسين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداش اثناش ثلاثة أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 تفضل قوم يلا تفضل قوم قوم عادي قوم خلاص الوقت لا قوم يلا قوم قوم لا قوم لا عادي خلاص الوقت يا اخو احمد تليفونك يلا قوم احمد يلا قوم راح تموت ها شكلك ميت يعني والله شكلك ميت يلا قوم لك قوم راح تخسر يلا ترمو لك يلا قوم وانا لك يلا قوم راح اخلص البيت يلا خلون لك ما معي دقيقة يلا يلا حيك لك يلا لك الوقت ده هيخلص بقية ما معي وقت لانه على التليفون يلا لك ما معي وقت يلا قوم لك يلا حدا يقول لا لا لحظة انا عندي بخطة اذا بخطة اذا بيطلع بعد الخطة هذا انا هو برا انا هو برا باي اوكي اذا تطلع طلعت خد صغيرة من قلو يلا احمد راح يخلص يلا راح يخلص لك يلا راح يخلص ما تبعي راح واقف فيه الشباب كل يشترك مع القناة يلا يلا من الدقيقة يلا احمد اوكي بابا خلينا نشوف ما حنا كل تعادل خلي خليك تعادل اذا يلا باري لك دوب الثلج ساعتين لا اتوقع